إنهم يصبغون البيض. المنتج الحيواني الهش المختلف لليوم حوله، هل سبق الدجاجة أم الدجاجة كانت أولا؟ كل سنة في عيد القيامة عند جميع الطوائف المسيحية تظهر صوره مصبوغا ومزينا، يظهر بهذا الشكل ويحضر التساؤل معه عن الصلة بينه وبين الفصح. تعود القصة حسب ما يذكر التقليد المسيحي الأرثوذكسي إلى القديسة مريم المجدلية التي كانت من النساء اللواتي حملن الطيب وذهبن لتفقد قبر المسيح في اليوم الثالث بعد صلبه. المجدلية ذهبت إلى قيصر روما محتجة على صلب المسيح وحكت له قصة محاكمته وصلبه وقيامته، إلا أن القيصر لم يصدقها وطلب برهانا قائلا: لو تحول لون البيض إلى أحمر سأصدق أن المسيح قام من الأموات. تقول الرواية أن المجدلية أول من أعلنت عن خبر القيامة أمسكت بيضة وقالت: المسيح قام. عندها وفي ذات اللحظة تحول لون البيضة إلى الأحمر. بغض النظر عن مرجع الرواية فإن تقليد صبغ البيض موجود ويرافق عيد الفصح، ليس فقط بسبب القصة إنما لأسباب كثيرة، منها أن البيضة من قبل التاريخ هي رمز بعث للحياة والولادة، وأيضا لأن الفصح يأتي لدى المسيحيين بعد الصيام الكبير عن أكل أي منتج حيواني لمدة 50 يوما. وبما أن الدجاج يتابع وضع البيض أثناء الصيام، كان من الواجب أن يتم حفظ ذلك البيض لأطول مدة ممكنة عن طريق سلقه ثم صبغه. وهنا السؤال بين الحكايات التاريخية والمنطقية، أيهم الأصدق؟ الحقيقة لا يهم، لأن فرح الأطفال بتلوين البيض وتزيينه برسوم مضحكة ثم اللعب بتكسيره أجمل من كل الحكايات، ورمز واضح وبسيط لكسر قشرة الماضي الأليم وتجدد الحياة بأمل دائم كان منذ الأزل وباق إلى أبد الآبدين.